بسم الله الرحمن الرحيم. عقد اليوم في كربلاء المقدسة في الرابع من ربيع الثاني 1434 للهجرة، وفي مؤسسة المعصومين 14، المؤتمر الثاني أو الملتقى الثاني للمرجعية الدينية تحت اسم آفاق العمل المرجعي في المؤسسات. وكان لهذا الملتقى أثر كبير في نفوس المؤتمرين الذين وصلوا من كافة أنحاء محافظات العراق، وكذلك البعض الذين وصلوا من مدن خارج العراق ومن دول خارج العراق كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأخرى. وأنا كنت أمثل في المؤتمر الساحل الغربي للولايات المتحدة وبالذات في مدينة لوس أنجلوس، وقمنا بطرح مجموعة من الرؤى والأعمال التي مضت في الماضي حول أعمالنا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، وحول ما قمنا به من نشاطات مهمة جدا في لوس أنجلوس وفي ولاية كاليفورنيا من أجل نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام تحت راية ومظلة المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بالمرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله. هذه المدرسة التي ضربت في تاريخها إلى أعماق مهمة سواء في العراق أو خارج العراق، يعود تاريخها إلى أكثر من 100 سنة. المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي حفظه الله له وقفة كبيرة في الحفاظ على هذا التراث الإسلامي الذي ورد عن أهل البيت عليهم السلام، والذي نبغي منه ومن بقية العاملين في المؤسسة المرجعية التابعة للإمام الشيرازي حفظه الله أن يلتفتوا إلى المسلمين في كافة أنحاء العالم، ولا تكن نظرتهم مقتصرة حول البلاد الإسلامية، فهناك من المسلمين كثر سواء في أمريكا أو كندا أو بقية أنحاء العالم الغربي يتشوقون بشكل كبير إلى سماع كلمة حقة وكلمة صادقة وللإجابة على أسئلة روحية وعقيدية كثيرة سواء من المسيحيين أو البوذيين أو الهندوس أو بقية أتباع الديانات الأخرى. وكانت هذه الدقائق والساعات التي قضيناها تحت رعاية المرجعية الدينية وبإشراف مباشر من مكتب سماحة السيد الشيرازي من قم المقدسة، وهو أخي الكبير الحجة الشيخ جلال معاش حفظه الله، وكذلك تحت رعاية مدير مكتب السيد الشيرازي في كربلاء المقدسة سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ ناصر الأسدي. وإن شاء الله تعالى نسأل من الله أن تكون هناك ملتقيات أخرى من أجل الوصول إلى هذه الأهداف والطموحات العالية التي درسناها وتعلمناها من هذه المدرسة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مجموعة من الروايات عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستفاد منها رجحان بل ضرورة الاجتماع وتبادل الرأي وعقد ورشات المناقشة وانضاج الآراء لكي يصدر المجتمعون بقرارات صائبة راجحة قوية ويعمل لتنفيذها وتطوير مؤسساتهم، تطوير مجتمعهم وخدمة أمتهم. وفي تاريخنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم يجتمع مع الذين آمنوا معه في مرحلة المرحلة المكية 13 عام. كان رسول الله يجتمع مع المؤمنين في دار الأرقم يناقش الآراء ويوجههم يربيهم، ومن دار الأرقم انطلقت حركة الإسلام إلى العالم، ومن دار الأرقم انطلقت حركة الهجرة إلى الحبشة، ومن دار الأرقم والكوادر الذين تربوا في دار الأرقم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامت على أكتافهم دولة رسول الله في المدينة المنورة.
فالاجتماعات مطلوبة وهي تنضج الآراء، وعموما في مجتمعاتنا هذه الملتقيات قليلة. والمطلوب من كل المؤسسات، من كل الجهات العاملة الناشطة، أن تؤسس الملتقيات والمؤتمرات. ولقد طرحنا في هذا المؤتمر أسماء ثلاثة من الكتب، هذه الكتب عناوينها تصلح لعقد ملتقيات حولها. الكتاب الأول السياسة من واقع الإسلام لسيدنا المرجع آيت الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله. الكتاب الثاني كل فرد حركة للإمام الراحل السيد محمد الشيرازي. والكتاب الثالث إلى العالم أيضا للإمام الشيرازي الراحل رضوان الله تعالى عليه. أفكار حضارية حيوية تنفخ في الأمة روح النهضة وروح الإصلاح وروح التقدم إلى الأمام. أرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعا لعقد أمثال هذه الملتقيات، وإن يد الله مع الجماعة. الفرد لا يستطيع أن يؤدي كل المسؤوليات، وإذا غاب المؤسسة تتوقف، المسؤوليات تتوقف. أما إذا كان تجمع هناك، يعني مجموعة تعمل وتعقد الملتقيات وتنضج الآراء، فالمؤسسات تتطور وتخدم المجتمع وتخدم الدين والقيم أكثر فأكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الملتقى اللي هو الثاني في كربلاء المقدسة، في الحقيقة لابد من هكذا ملتقيات لكل المرجعيات بين الحين والآخر. تجتمع المؤسسات التابعة لمرجعية من المرجعيات وتناقش الأمور فيما بينها، وكل يقدم ما عنده من دراسة ومن اقتراح بل ومن انتقاد، لأن الإنسان بحاجة أن يشاور الآخرين. والمؤسسات لا تنمو ولا تنضج إلا إذا حصل التشاور الحقيقي وحصلت الانتقادات البناءة فيما بينها، عند ذلك يكون العطاء. فإذا هذا الملتقى له الأهمية، لابد أن يتكرر في السنة مرتين أو أكثر. وكم جميل لو أن هذه المؤسسات التابعة لمرجعية سماحة الصادق الشيرازي حفظه الله كذلك تعقد مثل هذه الملتقيات لبقية المؤسسات التابعة لبقية المراجع، وثم يصير ملتقى بين مؤسسات المرجعيات وبين القائمين على مشاريع المرجعيات. عندها سينضج الفكر وتنضج الآلية، ويكونون أقرب إلى الصواب وإلى طريقة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويكونون أقرب إلى التوحد فيما بينهم والعمل المثمر على خطى آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وأن يوفق جميع الأخوة القائمين على هذا الملتقى، لكي نسير على مسيرة آل البيت والأخذ بتوجيهاتهم، وأن يسدد خطانا وأن يزيد من توفيقنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الواقع يسرني أن أعبر عن شعوري وامتناني لهذه المؤسسة العظيمة والتي لها دور في نشر فكر أهل البيت، وهي مؤسسة مرجعية الإمام الشيرازي حفظه الله تعالى، الإمام السيد صادق الشيرازي حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا الامتداد الذي
كان أصله من الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. حقيقة الاهتمام الجدي في نشر معالم أهل البيت، نشر فكر أهل البيت في كل مكان في وعلى كافة الأصعدة والمستويات، ونحن حيث نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ويهمنا أن يكون لنا دور في هذا المجال في نشر فكر ومعالم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك الكثير من العلماء والخطباء والمثقفين الذين لهم دور في هذا المجال، حاولنا أن نجمع هذه الطاقات سواء كانت في الولايات المتحدة أو في كندا، ونتحاور ونتشاور لكي نقدم الأفضل والأحسن، ونجمع هذه الطاقات ونلملم هذا الشمل المتشتت في هذه الأصقاع المترامية الأطراف حتى نؤدي عملا لعل الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا إلى النجاح والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الحديث الشريف لقاء الأخوان مسرة وللعين قرة. واقعا هذا الملتقى المرجعي اللي هو مصداق من مصاديق الحديث الذي افتتحنا به هذه الكلمة، ومن أبرز الفوائد هو التعرف على الإخوان من مختلف المحافظات والدول، الذي جاء من أمريكا والذي جاء من دول أخرى من إيران وغيرها. وطبعا احنا نشكر الشكر الجزيل للبيت المرجع في قم المقدسة، وكذلك الأخوة الذين تحملوا وعثاء السفر وجهود هذا العمل الذي كان على عاتقهم إدارة هذا الملتقى الموقر. ونحن نعتبر هذا الملتقى اللي هو يعتبر ثاني، نعتبره بذرة، وإن شاء الله كلنا مسؤولون لسقي هذه البذرة من أجل أن تنمو وتترعرع وتكبر من أجل خدمة المذهب الشريف عن طريق المرجعية الرشيدة المتمثلة اليوم بآية الله العظمى الفقيه السيد صادق الحسيني الشيرازي. نسأل الله التوفيق والسداد والسير إلى الأمام بمحمد وآله الطيبين الكرام. الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما عودتنا مرجعية الشيرازية لسماحة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي في مبادرات عديدة، هذه المبادرة وهذا الملتقى واحدة من المبادرات التي تشبه المؤتمرات التي من خلالها نتمكن للوصول إلى الأهداف التي من خلالها نتمكن من تطبيق الشرع الإلهي وشريعة السيد المرسلين أبي القاسم محمد واتباع أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ففي مثل هذه اللقاءات نتحاور ونتناقش وما يقدمه كل مكتب وكل مؤسسة من المؤسسات لنرى الأفق المرجعي في هذه المؤسسات وهذه المكاتب حتى نتمكن من تصحيح المسيرة في الاتجاه الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله في محكم كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حقيقة ما
نراه في هذه الملتقيات وهذه المؤتمرات التي لها فوائد جمة وكثيرة، من حيث أن هناك يكون ترابط بين هذه المؤسسات الإسلامية والتعارف ما بينهم والتواصل ما بينهم، حيث يستثمرون هذه الجهود وهذه الاتصالات والارتباطات ما بينهم، سواء كان الأخوان من كندا وأمريكا وبلدان أخرى من البلدان العالمية من بلدان العالم، والتقائهم في كربلاء المقدسة. وهناك عدة فوائد حقيقة، الفائدة الجمة من هذه المؤتمرات أن يتوصلوا إلى نقاط هامة مفيدة لصياغة هذا المجتمع، المجتمع الإسلامي، المجتمع الشيعي، حيث هناك حقيقة مهاجمة ثقافية من قبل الغرب، مهاجمة ثقافية من قبل الوهابية، مهاجمة ثقافية من قبل الذين لا يربطهم صلة بالدين والإسلام. فهذه المؤتمرات تجمع هذه المؤسسات الثقافية والمؤسسات الدينية والخيرية، وتجعلهم يدا واحدة، وتقرب الآراء ما بينهم، بحيث بإمكانهم من خلال هذه المؤتمرات تكون لهم رؤية واحدة لتغيير وإنجاح هذه المؤتمرات والتصدي لهذا الإرهاب الفكري العالمي على بلداننا الإسلامية والشيعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي عليه السلام: عقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. في الواقع المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل والاجتماعات، هذه كلها أمور تهدف إلى شيء أساسي، وهو جمع العقول وجمع الخبرات، وهي ثقافة مهمة جدا في تحقيق التقدم والتطور في المجتمعات والجماعات. والجماعة التي تعتمد على الملتقيات والمؤتمرات وتهتم بها كثيرا وتتنوع في عقدها وفي مختلف التخصصات، هذه جماعات متقدمة ومتطورة، لأنها تستطيع أن تجمع العقول وتجمع الخبراء وتجمع الخبرات وتؤسس لتقدمات وتغيرات وتطورات مهمة في أعمالها. لذلك احنا نشجع الأخوة كثيرا من الذين يريدون أن يحققوا التقدم في أعمالهم أن يهتموا بهذه الملتقيات، ويجمعوا الأخوة ويجمعوا أهل العلم وأهل الخبرة في هذه الملتقيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة هكذا ملتقيات أو مؤتمرات تعقد، فيها جوانب إيجابية كثيرة للذين يحضرون هذه المؤتمرات والملتقيات. أولاً للتعارف بين هذه المؤسسات وقيادات هذه المؤسسات المتواجدة في هذه المؤتمرات. الشيء الثاني الآخر وهو تلاقح الأفكار وأخذ الأفكار. ربما هناك بعض الأفكار عندي وعند غيري، ولكن هناك آخرين عندهم أفكار متطورة إبداعية، ربما أنا أخذها من عندهم وأستفاد من عندها في مجال آخر، في مجالاتي أنا اللي أحتاج إلى إبداعات وأفكار متطورة جديدة، هذه أستفادها أو أستفيد منها من هذا الحضور والملتقى. حقيقة هذا التواصل مفيد جدا، إذا كانت هنالك مشكلة أو أمر آخر أو أي أمر أقع فيه أنا أو يقع فيه غيري، من خلال المحاورة واللقاء والتواصل نستطيع أن نرفع هذا
النقص أو هذا إلى أخطاء أو هذه الأمور السلبية نرفعها بالتلاقي أو من التواصل بيننا. لذلك هكذا مؤتمرات وهكذا حوارات وهكذا لقاءات تنمي الأفكار وتنمي الأفراد وترفع عنهم الكثير من النواقص، كما أنها تحبب الأخوة فيما بينهم إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة بالنسبة إلى هذا الملتقى الذي عقد في جوار أبي عبد الله الحسين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو انطلاقة لإعادة تقييم وتقييم الوضع في العمل الديني الثقافي والاجتماعي والخدماتي. هذه وقفة أن الإنسان كل يقف ويعيد النظرة فيما قدم وفيما هو تأخر عنه. الكل يقف ويقدم أطروحاته، الكل يقف ويدلي برأيه حول ما قدمه وحول النواقص في العمل الديني. وهذا استجابة لأمر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي أمره بالجلوس والتحدث. قال صلوات الله وسلامه عليه للراوي: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. فقال الإمام: والله إني أحب تلك المجالس. أولا، هذه المجالس يحبها أهل البيت سلام الله عليهم. ثانيا، هذه المجالس بعنوان وقفة، ووقفة لإعادة النظر وتقييم ما قدم وتقييم وملاحظة النواقص، فضلا عن شنو؟ عن قضية الاجتماع الذي له في حد ذاته موضوعية، اجتماع الأخوة المؤمنين، التلاقي الفكري، الطرح الثقافي، ملاحظة النواقص. هذه جميعها شنو تحصل في الملتقى؟ وحقيقة هذا الملتقى هو بإرشاد وإعاز من سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، الذي يعرف ويشخص أهمية هذه الملتقيات وما هو عطاؤها وما هي معطياتها هذه الملتقيات وما هي نتائجها. وواقعا لها نتائج عديدة في على الساحة الدينية وعلى الساحة الثقافية وعلى الساحة الاجتماعية. الأخوة كل له مؤسسة وله مركز وله نشاط، إذا التقت هذه النشاطات ولوحظت النواقص ولوحظت الإيجابيات فتكون هذه انطلاقة إن شاء الله لمستقبل زاهر وعطاء أفضل إن شاء الله. شاكر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع نحن بحاجة شديدة إلى مثل هذه المؤتمرات والملتقيات من أجل تطوير العمل ومن أجل دعم مثل هذه المؤتمرات ولأجل التعاون المتكامل والمتطور مع بقية المؤسسات التي تعمل تحت إشراف المرجعية سماحة السيد الصادق الشيرازي حفظه الله. ونأمل من الجميع أن يستمروا على والمداومة على مثل هذه المؤتمرات من أجل أن نرتقي بأعمالنا وبمؤسساتنا إلى أحسن وأفضل ما يمكن. وشكراً.